امسك احسن. اوعى تتهاوى. عدي 10 مرات. هات الكاميرا صورك انت كده. انا بصور فيديو خدمه. ماشي. خلي بالك انت. ماليش دعوة بالكاميرا دلوقتي يا الله. دي عملية النزول من على الجبل، وهذا أنا، وهذا ما تصنبلي بصورة من تحت، هذا نيس سامي. اه مش خايف على نفسي، خايف على خطيبتي. ايوه اصعب حاجة يعني. ايوه طول يا ابني صوت. استنى استنى. ايوه انا بستناكوا هنا اهو. واحدة واحدة واحدة. يلا عايزين نرفع على مصر. العبور الكبير. هما قلنا هنا؟ اعتقدش. دي نصورة. قشطة. اسف يا نيس. دي عملية نزول الجبل الأخضر. بعد ما طلعناها بالسيارة. المرة دي هتطلع. ونزلوا مشي. كده ها. دي كانت شجرة واتقطعت ولا ده ايه؟ يا ني يا ني يا ني مش هعمل كده تاني. المفروض يمهدوا لنا طريق، مش عارفين اللي احنا جايين ولا ايه؟ مش من الاول انت بس، انا كنت كلمتك. في صوت شلال، احنا سامعين صوت ميه يا جماعه، وديت بديره حتموت. ها لسه بتصور بس تكون طفت. لسه شغال؟ ما متاكد ان احنا هنطلع. ما تغرب علينا هنا شويه. في شلال هنا يا جماعه بس هو مش باين في الكاميرا. تجربة جديدة يعني. تجربة جديدة ايه يا عم؟ انا عايز اروح. تجربة جديدة واخيرة. يا بتزغل الليلة لما تقرب. انزل. لا مش قادر. ايه؟ يا عم انتوا حافظين الطريق؟ يا خالد انا هقفل الفيديو. اقفل عشان تصور تحت يا عم.